صباح الخير مشاهدينا، رحب فيكم بحلقه جديده من برنامج حدث لنهار الخميس 20 تموز يوليو 2017. الكل يتحدث عن ازمه النزوح، عن التنسيق او غير التنسيق مع سوريا، لكن ماذا تقول سوريا؟ بعد قليل في الحدث. مشاهدينا اهلا بكم من جديد، وارحب بضيفي المنسق العام للمرصد السوري لضحايا العنف والارهاب تامر ياغي. صباح الخير استاذ تامر. صباح النور. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. اكيد اليوم بدنا نعرف موقف الدوله السوريه من كل ما يجري اليوم على الاراضي اللبنانيه. هنالك ما يوصف بازمه اللجوء السوري الى لبنان، كيف تحل هذه الازمه؟ ما هي اطر التنسيق الفعلي بين لبنان وسوريا؟ وين لبنان عم بنسق وين لبنان ما عم بنسق؟ بنسمع كثير حكي انه بلا في وزراء اكثر من وزير بيزوروا سوريا بشكل دوري وينسقون في قضايا مشتركه، لاي مدى هذا الكلام صحيح؟ ما هو دور فعلا السفير السوري في لبنان وما هو دور السفير اللبناني في سوريا؟ اضافه اكيد الى التطورات الميدانيه على الساحه السوريه والتطورات الميدانيه على الحدود اللبنانيه السوريه الشرقيه، وتحديدا نتحدث عن عرسال وعسال الورد وعدد من المواضيع، ومنها مؤتمر إعادة إعمار سوريا المرتقب في أيلول المقبل. هل هو بداية فعلا الدخول إلى زمن السلم في سوريا وانتهاء المعارك؟ ومن هي الدول التي ستشارك في إعادة إعمار سوريا؟ وما دور لبنان في من ضمن هذه الدول؟ هذه العناوين وغيرها رح تكون محور بحثنا بعد قليل، لكن اسمح لي استاذ تامر أن ننتقل إلى زميلتي كلارا جحا وموجز لأهم الأخبار. شكرا نانسي، اهلا بكم. افادت معلومات ان الجيش السوري نفذ غارات جويه على جرود فليطه مستهدفا مواقع لجبهه النصره، وكان الطيران الحربي السوري قد نفذ نحو 5 غارات الاربعاء على مواقع الارهابيين في جرد عرسال. قام رئيس الحكومة سعد الحريري بزيارة إلى جدة مساء أمس الأربعاء، حيث التقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وقد عاد صباح هذا اليوم إلى بيروت. من المقرر أن يناقش مجلس الوزراء اليوم في جلسته التي ستعقد في بعبدة ملف التعيينات الدبلوماسية، وفي هذا الإطار نشرت صحيفة الأخبار مقالا أشارت فيه لأنه سيتم تعيين 8 سفراء من خارج الملاك في واشنطن وباريس وأبوظبي والجزائر وعمان والرياض ونيويورك واليونسكو. وبحسب الصحيفة فإن معراب نالت الحصة التي طالبت بها وحبت مسك، كما أن مدير مكتب الوزير جبران باسيل رامي عدوان تم اختياره من خارج الملاك لتولي منصب السفير في باريس. عثر صباح اليوم على جثة مواطن سوداني على شاطئ مدينة صيدا بعدما فقد بالأمس وهو يمارس السباحة مع أصدقاء له ليلا، وقد حضرت القوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقا بالحادث. أحيا الحزب الشيوعي في بلدة صريفة الجنوبية الذكرى 11 لشهدائه 5 الذين استشهدوا في مواجهات حرب تموز مع زملائهم من شهداء في حزب الله وحركة أمل. وللمناسبة نظمت مساء الأربعاء مسيرة شموع إلى أضرحة الشهداء، رفعت في خلالها الصور والأعلام بمشاركة حشد من عوائل الشهداء ورفاقهم. أكد مكتب السناتور الجمهوري جون ماكين إصابته بورم سرطاني خبيث في الدماغ. وقال مكتب ماكين الذي يترأس لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ إنه في حالة جيدة بينما يواصل التعافي في المنزل مع عائلته. وقال المستشفى حيث يعالج السناتور الجمهوري إن خيارات العلاج قد تشمل مزيجا من العلاج الكيميائي والإشعاعي. ختام الموجز، عودة إلى الحدث وننسي السبع. مشاهدينا أهلا بكم من جديد. أول شيء خطر على بال اللبنانيين أو معظم اللبنانيين بالأمس بعد إقرار الضرائب التي ستمول سلسلة الرتب والرواتب، ماذا عن المدارس وأقساط المدارس؟ هذا السؤال سنطرحه على الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عزار. صباح الخير بار بطرس. بار عزار عم تسمعني؟ نعم أحسن.
صباح الخير برعزار. يعني بالأمس فعلا أقرت السلسلة ومصادر تمويل السلسلة التي بمعظمها جاءت من الضرائب على كل اللبنانيين. أولا، إلى أي مدى رح ينعكس هذا الموضوع على المدارس، وهل فعلا سترتفع أقساط المدارس الخاصة؟ أهلا وسهلا فيك. بحب أني أقول شغلة قبل. الأقساط المدرسية أعتقد يعني الكل صار لازم يعرف يعني أنه في إنه بنظم هذه الأقساط اللي هو 515 على 96، وهلا هون هيدا فار بطرس بعتذر منك. بيطلع وبيطلع اعباء، معناتها بده يكون في انعكاس على الاقساط المدرسيه. هالسبب نحن كنا عم نقول انه كل سلسله بدها تطلع وكل انو بده يطلع، لا يجوز تطبيقه في السنه نفسها، يجب تطبيقه في السنه التي تلي، لانه الاهل بيكونوا عاملين حساباتهم، اداره المدارس بيكونوا مرتبطين مع المعلمين، المعلمين بيكونوا عاملين برامجهم. ما بيجوز انه يتفاجئوا بنص السنه او بمطلع السنه المدرسيه، نحن على وشك انه نكون بمطلع السنه المدرسيه. لهالسبب المشرع يعني ما بيجوز انه يكون عم يتغاضى هذه الامور هيدي لحتى يحط الاهل والمعلمين واداره مدارس بمآزق تسبب اذا بدك حساسيات مع بعضنا البعض. هيدا نحن خوفنا، لانه نحن نؤمن بوحده العائله التربويه والاسره التربويه. من هالمنطلق هيدا انا اتمنى، وانه وخصوصا انه في ضرائب يمكن بدها تفرض على الطفل، انا خايفين انه هذه السلسله اللي اقروها المشرعين الكرام تكون عم بتفوت بيده وعم تطلع من جيبه ثانيه، وتسبب حالات فقر وازمات اقتصاديه وازمات اجتماعيه وازمات ثقه بين ابناء العائله الوحيده. من هالمنطلق بير بطرس، بس يعني بحسب مجلس النواب فإن السلسلة ستكون نافذة في غضون شهر، ففي حال تم نشر هذا القانون ولم يتم الاستماع إلى مطالب التريث من قبل عدد من الأطراف، ليس فقط يعني الطاقم التربوي، أكثر من طرف عم بطالب بإعادة فعلا درس ما أقر وأقرت السلسلة بشكلها الحالي، هل يعني العام الدراسي 2017-2018 سترتفع هذه الأقساط؟ يبدو في عطل تقني أو في مشكل بالإرسال، رح نرجع نطلب بير بطرس عزار مجددا ومنرجع نطلب بعد شيء. إذا الأب بطرس عزار، أستاذ تامر صباح الخير. صباح النور. أولا به الموضوع اللبناني السوري، يعني هلا لبنان فعلا كان منشغل بأزمة السلسلة والرواتب، لكن كان يضاهيها انشغال موضوع اللاجئين السوريين في لبنان. أولا كيف قرأت أو كيف شفت بالأحرى الفيديو الذي يعني انتشر عن معاملة أحد اللاجئين السوريين، خصوصا أن الدولة اللبنانية قامت بإلقاء القبض على المعتدين؟ هلا أول شيء تحية لك للجديد ولكل المشاهدين، أنا لا أمثل رأي الدولة السورية، أنا أمثل رأي مجتمع المدني. بالنسبة لي كحقوقي أنا ما فيني أحكم عن الفيلم لأتأكد منه، بدي أتأكد أن المعتدى عليه سوري والمعتدين هن لبنانيين، وتمت الحادثة على الأراضي اللبنانية، وطبعا هو فيلم مستنكر من الجميع بغض النظر عن الجنسيات. بس انا هو يعني اذا فتحتي الحديث هيك هو البوابه للموضوع اللي عم بينحكى فيه. بدي اعتذر منك بعد ما راحت قبل ما نرجع ننطلق بحوارنا. بير بطرس عزار مجددا على الهاتف. بير بطرس عم تسمعني؟ هلا عم بسمعك، ما تاخذيني ما كنت عم بسمع السؤال لانه صار في مش مشكل رسالة ضعيف. مش مشكل، اهلا وسهلا فيك من جديد. بير بطرس كنت عم بسالك، هل العام الدراسي 2017-2018 سترتفع الأسعار إذا ما فعلا تم إقرار أو تم يعني العمل بقانون تمويل السلسلة وبسلسلة الرتب والرواتب بعد شهر من إقرار القانون؟ برجع حضرة المذيعة الكريمة، برجع بقول لك إنه في القانون 515. أولا نحن بعد ما عرفنا
التفاصيل التفاصيل هالسلسله كيف طلعت والدرجات كيف طلعوا، هودي بدهم دراسه. ونحن عاكفين هالامريكا اتخاذ مؤسسات تربويه على دراسه مفاعيل هالسلسله اللي طلعت لنشوف شو بدها تعمل انعكاس على الاسره المدرسي وعلى الحاله المدرسيه ككل. يعني نحن متخوفين يعني انه تكون عم بتؤدي الى هيك اوضاع غير مستقره في قلب المؤسسات التربويه نظرا الى تخوف الاهل من انه يكون في هناك زيادات على الاسره المدرسي. ولذلك يعني رح نحاول قدر الامكان انه ما نكون عم يعني عم نراعي ظروف الناس وخصوصا ظروف الطبقه المتوسطه اللي هي بدها تدفع ثمن هالسلسله هيدي وتدفع ثمن الضرائب اللي بده يحطوها الدوله والى اخره. ما بعرف كيف ممكن انه المشرعين يعني ما ياخذوا بعين الاعتبار القطاع الخاص يكتفوا فقط بالقطاع العام. من هالمنطلق هيدا انا اطالب وبسمح لنفسي ان اقول باسم الاهل باسم المعلمين وباسم ادارات المدارس وطالب الدوله بانه مثل ما فكرت بالقطاع العام تفكر بالقطاع الخاص وتتفضل تقرر ما هو مقرر بتشريعات عالميه باتفاقات عالميه وما هو مقرر في انظمه لبنانيه حول مجانيه التعليم وحول الزاميه التعليم. وهيدا اللي نحن بنسميه حريه التعليم او البطاقه المدرسيه او الضمان التربوي. بس حضرتك بير بطرس كنتوا قايلين قبل انه اي اقرار للسلسله بالشكل اللي تم فيه هو رح يؤدي تلقائيا الى رفع الاقساط، هل هيدا الشيء فينا نقوله بغض النظر عن انه اكيد في رح تقوموا بدراستكم لكن تلقائيا لابد من انه تتاثر الاقساط يعني بهيدا الموضوع؟ يعني بالمبدا كل قانون بيفرض اعباء جديده بده كمان يترتب زياده على الاقساط المدرسيه. لهالسبب انا ماني عم بقول لك ما بقدر بقول لك لاني لانه لازم نشوف يمكن هالسلسله هيدي شو عطيت شو بدها تعطي مفاعيل حتى نقول اذا في زياده اقساط ايه او لا. حتى هلاني بيبقى المقياس اللي ما فينا نزيح عنه ابدا هو القانون 515 اللي الواجب الالتزام ببنوده. وعندما نلتزم ببنود هذا القانون ساعتها بنقول في زياده او ما في زياده. طيب هون بس بير بطرس سؤال، بحال يعني انتم يعني درستوا هذه السلسله ورايتوا انها تحتم ارتفاع الاسعار، هل هذا الشيء انتم كمدارس رح تقوموا بمبادره لتاجيل هذا القرار سنه مقبله حتى يقدروا الاهل مثل ما عم بتقول يعني يمكن اهل ما يكون بطاقتهم يقدروا يتحملوا اعباء اضافيه بدهم ينقلوا اولادهم الى مدارس اخرى، انتم رح تاجلوا تطبيق القانون؟ ممكن انه يكون وارد هذا الموضوع؟ نحن اولا ما بدي ينفهم من كلامي انه نحن ضد حقوق المعلمين، نحن مع حقوق المعلمين بس انا اخاف يعني انه يكون في معلمين عم بيروح يفتشوا على عمل غير مطرح نظرا لقلة عدد التلاميذ اللي بدها تصير بالمدارس في حال كان هذه السلسله الى زياده على الاقساط المدرسيه. من هون نحن نتمنى على الدوله انه هالموضوع هيدا اللي انعمل بطريقه ما بعرف وسميته تهريب لهالمشروع السلسله لم نستشر به لا كتربويين ولا كمعلمين ولا كاهل. لهالسبب اتمنى تاجيل تطبيقه للسنه القادمه حتى نكون نحن عم نحضر حالنا لمواجهه هذا الواقع المستجد واللي بالفعل مش لازم انه يكون عم بهجر التلاميذ من المدارس وعم بهجر الاساتذه كمان وعم يقفل المدارس. بس ما بتقدروا المدارس اللي كانوا سابقا اقروا رفع اسعار واقساط يعني بالتوازي مع الحديث عن سلسله، كانوا في مدارس اخذت قرار ورفعت اقساطها بير بطرس. هيدا هالموضوع هيدا انا بتمنى كل حدا عم بيقول انه صار في رفع اقساط غير قانونيه يتفضلوا ويروحوا على مصلحه التعليم الخاص ويرفعوا شكوى بهالموضوع هيدا. لانه برجع بقول لك القانون 515 اللي هو بنظم الموازنه اللي بدها تكون تتقدم
ب 31 قبل 31 كانون الثاني موجوده بالتعليم الخاص لحتى ينظر فيها التعليم الخاص، واذا كان منا مضبوطه وخصوصا من بعد ما درسوها لجان الاهل ساعتها بحولها الى المجلس التحكيم التربوي او الى القضاء. لهالسبب هالموضوع هيدا كل سنه في زياده على الرواتب والاجور كل سنه، اما بدرجه عاديه او بضرائب او الى اخره. فلهالسبب كل اللي عم بيقولوا انه زادت زودات بغير قانونيه هيدا مش مضبوط ابدا. واللي بشك بهالموضوع يتفضل يرجع مثل ما قلت لي لمصلحه التعليم الخاص، هونيك بلاقي الجواب الحقيقي حول هالموضوع هيدا. بير بطرس، بالقطاع الخاص ما كانت المدارس يعني مجمده درجات المعلمين يعني، وكان يعني اجمالا راتب المعلم في القطاع الخاص غيره في القطاع العام، فهون مفروض يكون في هالقد فرق شاسع مثل ما صار مع القطاع العام؟ بتسمحي ترجع تعيدي السؤال؟ عم بقول بالقطاع الخاص يقول البعض انه الاساتذه التعليم في القطاع الخاص كانوا عم يقاضوا رواتب غير اساتذه التعليم في القطاع العام، واساسا درجاتهم كانت تقريبا محافظ عليها. الى اي مدى صحيح هذا الموضوع؟ ومشان هيك ما مفروض السلسله تنعكس بشكل كثير كبير على المدارس في القطاع الخاص؟ انا بعتقد يعني بعتقد اذا وضحت السؤال يعني تماما، لانه كمان كان في خشه على هيدا. بعتقد يعني انه الاساتذه بالتعليم الخاص كانوا متساويين مع الاساتذه في التعليم الرسمي، لانه الرواتب اللي تعطى لهم هي ذات عم تعطى لانه لهم ذات السلسله ولهم ذات التدابير اللي بتتعاطى مع الرواتب ومع الاجور. من هون يعني نحن كنا عم نقول يعني انه اليوم القطاع التربوي الخاص له خصوصيته ويجب احترام هذه الخصوصيه، خصوصا فيما يتعلق بالتعاقد مع المعلمين ضمن الاصول وضمن القوانين وضمن أنظمة المرعية الإجراء وتحديدا ضمن العدالة. نعم، شكرا لك الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عزاز، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. مجددا أعود لك تامر ياغي المنسق العام للمرصد السوري لضحايا العنف والإرهاب، أهلا وسهلا فيك أستاذ تامر. بداية كنا عم نحكي عن هل تعتبر فعلا اليوم بأنه المجتمع اللبناني هناك ممارسات عنصرية داخل هذا المجتمع، ولا بتلاقي أنه البعض يقول هي ردات فعل طبيعية على تخمة اللجوء في مجتمع هالقد البنى التحتية فيه ضيقة، هالقد المستوى المعيشي والاجتماعي صار صعب؟ هل أنا لا ما بعتبر المجتمع اللبناني عنصري، أنا بعتبر اللي عم بيصير هلا بهي الفترة هو طرف ثالث عم يحاول يطلع المجتمع اللبناني تجاه المجتمع السوري بأنه هو عنصري وهمجي، وانه ما رد الجميل لما سوريين استقبلوا لبنانيين عده مرات، عم يحاول يشق الصف بالشعبين. في اغراض سياسيه بلشت تنحاك بالمنطقه، وفي مواضيع استخدمت ببدايات الازمه، موضوع اللاجئين كورقه ضغط على الدوله السوريه بتركيا ولبنان، والان يعاد رسم خطوط جديده لاعاده استخدامه مره اخرى. وبنلاحظ يعني بالحديث على اغلب القنوات اللبنانيه الضيوف عم يربطوا العوده بأخي عندك منطقه الجنوب، عم يبحث الامريكي والروسي الان على انه حطوا منطقه امنه، فبيجوز يستبدل الصهيوني الشريط الامن من مسلح الى شريط امن من السكان. كيف يعني؟ يعني ما حيطلع بايده يعمل جيش سوريا الحر او جيش سوريا الجنوبي مثل ما عمل بيروت بلبنان، حيحط منطقة عازلة مناطق آمنة تحت وصاية روسيا وأمريكا ويعبيها سكان مدنيين، وعم يتم اللعب على اللاجئين. عم بقول قد ما بقول إنه فيه، فلحنا الموضوع هو قانوني ما الموضوع هو سياسي. طيب بس أنتم كدولة إلى أي مدى اليوم؟ أنا ماني دولة. لا بس أنتم كمجتمع في هذه الدولة يعني دولة سكان وسياسة مش بس مواطنين وسلطة، إلى أي مدى هذا المجتمع اليوم يعني عم يشتغل لعودة اللاجئين؟ يعني بلبنان مجرد انتهاء الحرب اللي بيحكى فيها عن استضافة اللبنانيين في سوريا 33 يوم عدوان الإسرائيلي على لبنان، مجرد وقف اطلاق النار لقينا الناس عم ترجع. شو اللي بيمنع اليوم هيدا الكم الموجود اليوم من اللاجئين السوريين من العودة إلى دولتهم وإلى بلدهم إلا إذا كان في خوف معين أو موانع معينة؟ بدنا نحكي على عودة اللاجئين اللبنانيين، نحن ما نسميهم لاجئين، كانوا أهلنا ببيوتنا، نحن ما حدا قال لهم رجعوا من سوريا. هن لما خلصت الحرب كان عنوان الانتصار للعوده السريعه. بالنسبه لنا نحن ما خلصت الحرب،
اذا بتحكي على المجتمع السوري والدوله السوريه. ليه ما خلصت؟ لسه ما ساعتنا في حرب. بس اكثر من 70% من المناطق خلصت فيها الحرب. لا عم نحكي بشكل عام. اثنين، نحن اساسا مختلفين نحن والدول المجاوره على التسميه، يعني حضرتك اليوم الوحيده في لبنان الذي ينطق الاسم الصح اللي هو اللاجئين. الان تحضر ورقه قانونيه سمعت فيها على كذا محطه سترسل الى الامم المتحده لمطالبتهم بالعمل على التعاون لعوده النازحين، سيتم اهمال الورقه لان ما في شيء اسمه نازحين. ليش شو الفرق بالنسبه للبعض؟ انا بعرف سيبهم عم يشتغلوا دوله عم يشتغلوا حقوقي وعم بيعملوا الاحزاب بعض الاحزاب والتيارات وراء عم بيعطوها، النازح هو من نزح من منطقه الى منطقه داخل حدود وطنه. اللاجئ هو من خرج خارج الحدود سواء بصفه شرعيه او غير شرعيه. فبالتالي الامم المتحده عندها منظمه حقوق لاجئين بس ما عندها منظمه حقوق نازحين. فانت كنازح بتسميه نازح وما اسمه نازح، هو اسمه لاجئ، اللاجئ له حقوق وعليه واجبات. لانه التسميه المستخدمه حتى يخففوا من فكره انه هو لاجئ يعني امكانيه البقاء. ما في لا الموضوع هذا يمكن يعني توازيا مع اللاجئ الفلسطيني في لبنان، فبعض السياسيين حتى بفضلوا يخففوا من التسميه. وانت عندك ضمان بانه بعض السياسيين في لبنان لا يريد ان يبقى جزء من هؤلاء لاستخدامهم ورقه سياسيه مستقبل او للتجنيس او لاي موضوع اخر. شو اللي الدوله السوريه عم بتقوم فيه ولا الدوله السوريه لتسهيل عوده هؤلاء اللاجئين؟ ما نعرف مين هن. طب بس ما يعرفوا بالاول شو هي المناطق الامنه، يعني لحد اليوم لحد نحكي عن مناطق امنه. شو اليوم شو المناطق الامنه فعليا بالسوريه؟ عندك من السويداء للاذقيه وحلب مدينه امنه للعوده وقادره انه تستوعب عوده؟ يعني قد فيها نسبه دمار؟ قد فيها نسبه بيوت مدمره؟ هل في هنالك بدل عوده بدل سكن للناس اللي مدمره بيوتها؟ يعني ما حدا بيعرف حجم فعلا او امكانيه العيش على هذه الاراضي. هذا الحديث بده يتم مع الدوله السوريه من المتضرر. يعني المتضرر رايح بيته بده يعمل ضبط شرطه ويوصف الحاله ويقدم للدوله لحتى تعوض له جزء من الاضرار، ما فيها تعوض الدوله لكل الناس. وفي ناس قبضت، وفي يعني في ناس قبضت لساتها مقيمه بسوريا، نحن عم نحكي على اللاجئ. الدوله السوريه بدات تدفع اموال للعوده؟ لا مو للعوده، عم بقول لك احنا نازحين منطقه الى منطقه داخل سوريا. يعني اللي كان بحلب ونزل على الشام او ريف دمشق بده يرجع على حلب. بده يرجع على حلب، في بده يثبت حاله اول شيء. قانونيا بده يثبت حاله. يعني بده يثبت حاله بيته انه راح او تضرر. اوكي، حاله قانونيه يعني. اي حدا بيروح بيقول انا بده يروح يقول هورق بيتي، يروح ينكشف على البيت يلاقوه مدمر. تمام، ويثبت الحاله وبعدين بيقدم على دوره بالتعويضات. في تعويضات فيها تشتري منه الدوله. في حال ثاني انه الدوله بتقدر قيمه العقار بتقول له بدل ما ترجع كونه راح او مهدم او جزئي او كلي بتاخذ بتعطيه نسبه من التعويضات وشغل منيح بهذا الملف بريف دمشق. طيب بس 2012 في ناس هربت من بيوتها، عم نحكي عن 7 سنين مش ايام، 7 سنين فيهم الناس اللي هربت بالبر، الناس اللي هربت بالبحر، صراحه يمكن الناس هربت بلا اوراق ثبوتيه، يمكن الناس تخلت عن اوراق ثبوتيه لكي لا يثبت عليها هويه مذهبيه او غير مذهبيه، بتعرف حضرتك عم يلجؤوا على بلدان كثير كانوا. طيب هدول الناس بالاخر في دوائر بسوريا، هيدي الدوائر ما خسرت اوراقها الثبوتيه، مزبوط؟ يعني 75% 80% لا ما خسرت. موجودين. يعني الرقه خسرناها. يعني في احصاء مثلا الرقه خسرناها. الرقه في مناطق خسرنا. كمنطقه بشكل كامل. ايه في مناطق غير الرقه في عم نحكي الاساس، الاساس انه نحن يعني اذا واحد ما عن جد ما عنده اوراق ثبوتيه، كيف بصير النظر؟ بده تعاون بمكان هو الموجود فيه مع الدوله السوريه لحتى يتم اثبات شخصيته. طيب. انا بدون ورقه يعني هلا جبتي لي 100,000 قلتي لي هدول ظهروا من بيوتهم طلعوا من بيوتهم اجوا على لبنان بطريقه غير شرعيه ما سجلوا الامن العام وما معه هويه ولا باسبور ولا اخراج ايه ورجعوا ما حرجعوا. طيب بس هون هيك كيف بدها تصير الاستقصاء؟ بدي بلش فيهم حاله حاله وارجع اسال وارجع اتاكد مين هاد وان كان ساكن بده يتم عمل مدني معهم يعني ما طيب بس هيدا العمل بعد ما بدا بلكي حتعطي لي جنسيه ثالثه ولاسباب سياسيه حتفوتي لي اياهم على سوريا. طيب بس ما هو في دور للبلدين ما انتم البدء أنا ما بعرف مين عندكم بس ما أنتم يعني الدولة الأساسية الدولة السورية التي لابد أن تطالب بمواطنيها طالبت أن تطالب وتساعدهم على العودة 2013 طلع الرئيس السوري مرسوم عفو شامل 2017 لساته ساري المفعول إلى من يريد العودة معه أوراق أو ما معه أوراق يسبس على أي نقطة حدودية أو على السفارة وهي تكفل الباقي. طيب السفارة السورية في لبنان شو دورها؟ دورها اليوم في دورة. عندك نسبة أكثر من 2 مليون شخص تقريبا أو قرابة 2 مليون شخص لاجئ سوري قد يكونوا فعلا موجودين على الأراضي اللبنانية لأنه حتى الرقم منه نهائي. شو بتقول لهم على الهواء؟ لوين يتوجهوا؟ شو دور السفارة السورية في لبنان؟ ما هي التعليمات المعطاة لها؟ بما أنه عم نحكي عن يعني عودة باتت قائمة للسوريين. هلا نحن أول شيء قبل ما أحدثهم بدنا نفصل فيهم. في مين؟
طلع بإرادته وقطع الحدود نظامي ودخل الدولة اللبنانية نظامي وقاعد عنده بيت أو عنده شغل ووجوده بلبنان شرعي، هذا حر، حب يرجع يرجع، ما حب يرجع هذا لا أنت ولا أنا عنا خلاف عليه. عنا بالخروج غير الشرعي من سوريا والدخول غير الشرعي إلى لبنان، هدول حالتين، يا حالة منطقتهم تدمرت أو كانت منطقة عمليات عسكرية سواء كان مؤيد أو معارض واضطر إلى الخروج. هذا أهلا وسهلا فيه، في توجه السفارة السورية وتوقع السفارة تبدي وتقدم كل التسهيلات لعودته إلى سوريا. أما اللي طلع لسبب سياسي أو لأنه بيئة حاضنة من المسلحين كما يحدث الآن في عرسال، هذا كيف بده يرجع؟ ما بدنا ننسى أنه كيف بلشت الأمور كان ربما بيئة حاضنة لرأي سياسي مغاير قبل ما نروح على محل كيف انحرفت باتجاه حرب. بده يراجع السفارة. نحن المشكلة ما عندنا مشكلة، يعني المشكلة أنه عم ننفهم غلط بأنه نحن ما عندنا مشكلة حتى بالمعارض. يعني هلأ اللي خرجوا من الزبداني ومضايا خرجوا إلى جرابلس إلى شمال حلب مع المسلحين، بعد من أسبوع 10 أيام رجعوا إلى حضن الدولة اللي هي كانوا جزء من البيئة الحاضنة بالزبداني. فحتى اللي عم يروح من البيئة الحاضنة المدنية مع هؤلاء وذلك الفكر عم يفضل الدولة، عم يعرف شو يعني معنى الدولة، شو قيمة الدولة. الدولة ما بتخلى عن مواطن سوري بيحفظ دولته بيحفظ وطنه. فاللي بده يرجع وعنده مشكلة نحن كلياتنا مستعدين نساعده، بس نعرف شو مشكلته. ابدا السفارة ما بتوقع انه تتأخر بأي مساعدة ممكن تقدمها لسوري، دق بابا وقال له انا وضعي 1 2 3 بدي ارجع على البلد. المهم ما يكون عليه شيء جرمي مشارك في القتال. لا لا ما دخل شيء جرمي، حتى يكون بجوز جرم مدني. ليش يعني الجرائم المدنية ما لا تسقط بالعفو؟ حسب العفو، حسب طبيعة العفو. نحن العفو عن الجرائم الإرهابية وعن من قاتل ومن قتل وعن الكل، مظبوط؟ عفو عام كان. لا في المناطق اللي فيها مصالحات تمت أجزاء، بس ما في عفو عن إجرام كامل. بس مش معقول على جرم سرقة إنه سرقة يتوقف شخص. عم أقول لك إلا شيء جرمي، أنا في ناس مطلوبة للجيش. وهذا الشيء أنت عم تنادوا فيه بلبنان. ما بنعفي. ما في عفو. أنا ما انعفيت، وإخواتي ما انعفوا، احتياطوا للجيش. ونحن صمدنا وقعدنا بالبلد وانا نازح وبرات بيتي صار لي من نيسان 2011. ليش انا اعامل لاني صمدت؟ وليه بعد ما رجعت على بلدك؟ ما مش انتهى حضرتك من وين؟ انا لا مقيم بدمشق وريف دمشق، منطقه من مناطق ريف دمشق. بس حضرتك صارت مصالحة من وين على اساس؟ سلمية. ما في شيء، بس انا مقيم سلمية. ليش نزحت؟ نزحت معظميه باحداث معظميه بجم داريا. وليه ما عم تقدر ترجع؟ ما بدي ارجع. ليه؟ لانه خلصت مقتنع انه البيئه الحاضنه ما رفضتني، الدوله أمن لي. ليش لحد هلا ما فيها شيء معظميه؟ المعظميه امنه والجيش اطرافها وهن جوا مع الشرطه. جوا شو معارضين للنظام؟ لا لا، جوا المجتمع المدني مع البلديه والمخفر والسكان. لمين انت مون سياسيا؟ عم تقول البيئه الحاضنه غير؟ ما انا يوم من الايام دقوا باب بيتي بدون راسي، ما حارجع لعنا، ما حارجع عمنا اولادي تحت اي بنت. كيف اليوم اللاجئ السوري اللي عم بيسمع انه حضرتك حكومه هن ما لهم امان؟ طيب كيف ما حدا راح عند الدوله وقطعت له راسه؟ بس هو كيف الناس بدها تروح تختار انه تروح تنقي منطقه يعني تقيم فيها وهي مش لها؟ إذا لا لم تعد سوريا كما كانت، يعني ما عنده منطقة. لا عطتنا مثل عن بلدة ما بقى تشبهك اللي هي بلدتك اللي هي. لا مو بلدتي، هي بلدي أنا اضطريت أقيم فيها يعني بريف دمشق. مثل عم تقولي مثلا إنه طبرجة وبيروت، إنه أنا مشان ما أطلع أرجع على بلدتي وأنا ما فيني أقيم بدمشق لأسباب مادية لأنه دمشق غالية، فقمت بريف قريب يعني معظمية عن مزة كيلو متر ونص. يعني بس ضيعتك ما بتقدر ترجع لها. لا ضيعتي ما فيها شيء، سلمية ما فيها شيء. لا ما بس عم تقول بيئه غير. لا لا عم بحكي على المعظميه، بيئه غير. المعظميه بيئه. طيب ليه ما رجعت على السلميه؟ على ما برجع، انا ولدان ومقيم بدمشق وشغلي بدمشق. يعني لي الشرف اني من سلميه، بس انا مو شغلي هنيك، يعني بروح زيارات. بس عم نحكي على اللي بده يرجع على سوريا يلي ما عنده مركز ايواء ولا عنده سكن. الدوله بالتعاون مع الامم المتحده بتقدم كل شيء. بتقدم سكن كل شيء مع الامم المتحده بكثير من المواضيع. على اي اساس بتقدمهم؟ يعني بصفتهم تعاون انساني. تعاون انساني بغض النظر عن انتمائه السياسي، بصفتهم مهجري حرب مثلا نازحين. او نازحين في البلد او اللي عم يطلعوا نتيجه المصالحات. طيب وبتامن لهم ايضا بدل غذاء وبدل يعني بدل ماوى؟ قلنا عم تتامن بدل غذاء. الدوله انا ما بعرف الرقم الدقيق، بس فوق المليونين انسان عايش على مبدا انه هو خارج بيته، والدوله ما قصرت مع حدا بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني السوري والمنظمات الدوليه. اخر مثال عندك زبداني ومضايا،
اللي حب يضل ضل الدوله قدمت له. يعني عندهم اعاشات شهريه مثل كانهم لاجئين في بلد اخر؟ ما اسمها اعاشات، اسمها رواتب. لا يعني احنا بسموها يعني اللي هي اعاشات اجمالا. هذا في بدل لكل شيء، اللي ما تامن له بيت في بدل اجار بيت. شو اللي بخلي مواطن فاذا اذا كل الامور اللي هي مؤمنه له في الداخل تتامن له هي ذاتها بالداخل كما في الخارج، شو بخليه يترك بلده ويعيش بذل النزوح بالاخر شو ما كان اسمه او انا واحد عم تحكي احنا قسمناهم لا عن اللاجئين. يعني اول شيء مو كل شيء بخلي اليوم لاجئ بلبنان يبقى بلبنان رغم كل ما يفرض عليه من قيود، حتى بالتجول، حتى بالسكن، حتى بالخوف من التنقل، كله هيدا بوقت اذا عنده امكانيه ماوى مجاني، غذاء مجاني، حضرتك عم تسميه راتب شهري مجاني، راتب شهري يعني كانه هبه من الدوله، شو اللي بخليه يبقى بلبنان؟ المبالغ اللي عم تندفع لهم هون، عم نحكي على القسم يلي هو اجى بسبب مبالغ، فهو قاعد عم يقبض له هون 700 800 دولار. بس في ناس مع النظام هون، هيدي كمان مشان المبالغ اللي عم يندفع لها، شفنا مشهد ناس طلعت انتخبت وعملت واجباتها. هدول حبوا يرجعوا وما تمت عودتهم؟ ليه ما عادوا؟ ما بعرف. معقول انه كل الموجودين في لبنان هن معارضين؟ يعني لا لا في لا. مشكل اذا في تقريبا الاعتراف برقم 1,700,000 شخص ضد على حسب حساباتكم 1,600,000 1,700,000، الامم المتحده لا ما بتقول هيك. قد ايه بتقول؟ بتقول 100,000 بعد وقف العاد. هذا المسجل عندها. انتم هي مشكلتكم انه اولا دوله لم توقع اتفاقيه اللاجئين الدوليين 1951 ولا على البروتوكول 1967 وبدها تروح على الامم المتحده تقول لها تعرف زيلي قانون اللاجئين وحمايه اللاجئين، انت مانك مخ على 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 الاتفاقيه كلها، فانت بالقانون الدولي ما بحق لك تطالبي اي دوله انك تتعامل معها وفق اتفاقيه دوليه للاجئين لحقوق اللاجئين، هذا موضوع كثير مهم يعني يعرفوا اي مشرع لبناني بده يطلب من الامم المتحده انه انت اساسا غير موافق. يعني طب من ياخذ القرار؟ اذا في خطا ارتكب من ياخذ هذا القرار؟ خطا ارتكب بدك تعرفي شو بدك تصلحيه، انت لما استجلبتي عالم واغريتي عالم تجي لاسباب سياسيه وقعدتيها بمناطق معينه خاصه جزء من البقاع والشمال، هلا انتفى دورها؟ هلا صار دورها تعمل الدور المعاكس؟ يعني لما صارت هي الازمه هلا رح نحكي عليها واللي الشارع السوري متشنج اكثر من الشارع اللبناني، هي حادثه اكدت انه وجهه النظر السوريه انه في سوريين تم استخدامهم لاغراض ثانيه، لما فات جيش لبناني الواجبه انه يحمي بلده فات على مجموعات ارهابيه لاحقوا لجوا مخيم يقال انه اللاجئين لا مسلحين وبيئتهم حاضنه فقتلوا الجيش. اي حدا بيحارب او بيوقف او بيمنع الجيش اللبناني عن دوره هو خائن، سوري ام لبناني؟ الجيش اللبناني بالنسبه لنا مثله مثل حزب الله مثل الجيش العربي السوري. كيف تقرؤون ما جرى في ارسال؟ رح ادخل الى هذا الموضوع يعني اليوم على الجيش اللبناني هو خيانه حقوقي ومجتمع مدني بوقت انه كان في رفع صوت من حقوقيين و يعني ناس مناصرين لل يعني حقوق الانسان كانوا عم بيحكوا بلغه ثانيه عن ما قام به الجيش اللبناني او كيف تمت هذه المداهمات، لكن اسمح لي ان ارجع لكلارا وما اختارته من الصحف، اليك كلارا. شكرا نانسي. نبدا الصحف من عرسال وتحديدا من مقال لرامح حميه، اخر الوساطات يقودها ابناء عرسال، شروط التلي متنوعه وحزب الله يكثف انتشاره العسكري في الجرود. مقال في الاخبار لرامح حميه يقول في مقتطفاته كانت الجولات السابقه من المفاوضات قد ركزت على مطلب رئيسي للتلي وهو ضمان نقله الى ادلب عبر تركيا وليس عبر الاراضي السوريه، وان يكون ذلك ضمن اليه تتولاها جهات دوليه تؤمن انتقاله هو والمئات من المسلحين وعائلاتهم إلى تركيا عبر مطار بيروت أو عبر المرفأ على أن يتولى هو لاحقا إدارة أمور من معه. تضيف الأخبار اشترط أبو مالك التلي نقله بباصات مقفلة لا يسمح لأي جهة فتحها أو الدخول إليها، رافضا بصورة مطلقة اقتراب أي عناصر أمنيين أو عسكريين أو حتى تابعين لمنظمات إنسانية من الباصات، مع تشديد على رفض أي نوع من التواصل بين المسلحين وأفراد عائلاتهم وبين أي طرف آخر حتى وصولهم إلى تركيا. وكان التلي قد قام بمناورة إضافية معلنا استعداده للتفاوض على شكل انسحابه من دون
دون التفاوض على تسليم المناطق الخاضعة لسيطرته لحزب الله، موحيا أنه سيترك المنطقة والعتاد الثقيل وربما عددا من المسلحين الذين يريدون القتال حتى إلى جانب تنظيم داعش. بحسب مصادر متابعة فأن التلي لا يوحي أنه مفاوض جيد ولا حتى أنه يقدر بدقة ما آلت إليه الأمور، وتلفت المصادر إلى أن المعركة إذا انطلقت لن يجري بعدها التفاوض إلا بالطريقة التي يريدها حزب الله. حتى الحكومة السورية ستكون في حل من أي التزام أو تعهد قدمته إلى حزب الله للمساعدة في إقفال الملف من دون سقوط المزيد من الدماء. أما لناحية ما يقوم به الشيخ مصطفى الحجيري أبو طقي، فهو توجه عصر أمس إلى الجرود عبر محلة وادي حميد برفقة أحد أبنائه لمناقشة آخر أفكار الوساطات، متسلحا بالضغط الذي وصل إلى صفوف المسلحين. وتقول المعلومات للأخبار إن حالة تململ باتت واضحة لدى مسلحين نصرة، وتضيف إن احتمال حصول انقسام داخل المجموعات احتمال قوي مصدره شكوى مسلحين من تعنت أبو مالك التلي وشروطه. وترى مصادر أمنية أن حراك أبو طاقي وخروجه من مربعه الأمني باتجاه الجرود وأفساح الجيش المجال أمامه للعبور إلى الجرود عبر معبر محلة وادي حميد ليس إلا دليلا على دخوله خط الضغط على أبو مالك التلي، لما يتمتع به الحجيري من قدرة على فرض كلمته على التلي والتنظيم، ومنها إطلاق من يحدده من العسكريين مع زيارات لذويهم، وحتى وقوفه بين مسلحي جبهة النصرة بشكل علني خلال عملية المقايضة وتسليم المخطوفين من عناصر قوى الأمن الداخلي مقابل موقوفين في السجون اللبنانية. ننتقل إلى الجمهورية وجوني مناير ومقال تحت عنوان لا تكرروا الخطيئة مرة جديدة. يقول مقتطفات من مقاله جوني مناير: مع نهاية فصل الربيع بدأ التحضير لواقع سوري جديد رعته في شكل مباشر ومفصل الاجتماعات السرية التي عقدت في الأردن بين عسكريين وخبراء أمريكيين وروس حول المنطقة الجنوبية لسوريا بشكل خاص، وهو ما ظهر مؤخرا من خلال تكريس منطقة وقف إطلاق النار، ويشمل هذا الترتيب وجوب الانتهاء من جيب جرود عرسال. يومها طلب قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي زيارة لبنان ومنطقة عرسال في إشارة أمريكية واضحة بإعطاء غطاء أمريكي للتطورات العسكرية التي ستحصل. ولأن مرحلة نهاية الصيف ستشهد إعلان مناطق أخرى في سوريا خطة وقف إطلاق النار وهي ليست بعيدة عن عرسال، جاء القرار بإنهاء بؤرة جرود عرسال. وتدرك القيادة العسكرية الأمريكية جيدا أن المعركة تعني التنسيق في العديد من المجالات بين الجيش اللبناني وحزب الله، لذلك ربما تجنب القائد العسكري الأمريكي تكرار الموقف الأمريكي الكلاسيكي بانتقاد القوى غير الشرعية لا مباشرة ولا حتى تلميحا خلال اجتماعه في قصر بعبدة، وهذه إشارة ملفتة. المهم أن الحسابات تتركز حول الانتهاء من ملف جرود عرسال قريبا جدا، والضربة الأولى ستتركز على النصرة، وتتحدث المعلومات الدقيقة عن أن مسؤول النصرة أبو مالك التلي وافق على الانسحاب من الجرود بشرط أن يرحل مع كامل أسلحته، وهو ما رفضه حزب الله الذي يريده أن يغادر من دون سلاح ومال. وقيل أيضا أن الوساطات التي حصلت شاركت بجزء منها قطر، لكن النصرة ما زالت تتمسك بشروطها لاعتقادها أن قطر قادرة على تليين موقف حزب الله بسبب التطورات في الخليج، إضافة إلى منح مناطق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذها في سوريا. يضيف جوني مناير في الجمهورية: تحدثت المعلومات أيضا أن وساطة حصلت مع تركيا من أجل إيجاد مخرج من دون حرب، لكن المهم أن كل ذلك لم يصل إلى مرحلة التفاهم، ما يعني أن المعركة ستندلع قريبا جدا وباتجاه النصرة كمرحلة أولى، وأن الجيش اللبناني وضع كل استحكاماته من الجهة اللبنانية. وإلى جانب اتخاذ قرار الحسم في جرود عرسال، جرى التوافق على قرار آخر ولو من ناحية مبدئية يتعلق بالمخيمات السورية في لبنان. فالترتيبات الكبرى الجارية في سوريا تستوجب إنجاز هذه المشكلة في لبنان كي لا يتكرس وجود هؤلاء لاحقا وإلى الأبد، والتجربة الفلسطينية أكبر دليل على ذلك. تفاصيل أكثر في مقال جوني مناير في الجمهورية. ننتقل إلى الديار، ومعلومة نقلت الديار عن مصادر عسكرية أن توجيهات العماد جوزيف عون قائد الجيش للوحدات العسكرية المنتشرة على تخوم الجرود واضحة وقاطعة وفحواها عدم السماح لأي مسلح بالعبور في اتجاه الأراضي اللبنانية. ولفتت هذه المصادر إلى أنه عاد من جولته مرتاحا للواقع العملاني والاستعدادات الجيش. المصادر العسكرية شددت على أن العماد عون حازم في ضرورة منع هروب أي من المسلحين نحو مخيمات عرسال أو محيطها إذا اندلعت المواجهة في الجرود. نختم مع الأنباء الكويتية،
وقد ذكرت صحيفة الأنباء الكويتية أن مراجع لبنانية سياسية تمارس ضغوطات لتأجيل معركة جرود عرسال التي يتحضر لها حزب الله والجيش السوري اعتبارا من الخميس، تجنبا لحسمها قبل وصول الرئيس سعد الحريري إلى واشنطن. المصادر المتابعة أشارت للصحيفة عينها للأنباء إلى أن حديث الحريري عن قيام الجيش بعملية مدروسة في جرود عرسال انطوى على دعوة للتريث والتركيز على المفاوضات المستمرة مع مرجعيات المسلحين. وفي رأي هذه المصادر فإن بدء الهجوم على مواقع مسلحي داعش وجبهة النصرة في الجرود أثناء أو بعد عودة الحريري من زيارته الأمريكية يكون أقل حرجا له، لكن المصادر تخشى أن تكون زيارته أو زيارته للعاصمة الأمريكية جزءا من أهداف معركة الجرود بغرض إحباطها، كما أحبط حزب الله وحلفائه في 8 أذار زيارة الحريري السابقة إلى الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بإعلان استقالة وزرائهم من حكومته ما إن وطئت قدماه عتبت البيت الأبيض. بهذا نأتي إلى ختام جولتنا لهذا اليوم على الصحف. فاصل إعلاني نتابع بعده الحدث مع نانسي. مشاهدينا أهلا بكم من جديد، ونتابع حوارنا مع تامر ياغي المنسق العام للمرصد السوري لضحايا العنف والإرهاب. أستاذ تامر أهلا وسهلا فيك من جديد. بمتابعة لموضوع، أول شيء حضرتك عم بتقول أنه لم تعتبر ما قام به الجيش اللبناني خلال مداهمات مخيم نسحين بعرسال، ويعني كل يعني اللي تحول لنطاق معركه 4 انتحاريين فجروا نفسهم، ما بتعتبر هنالك ما يمس بحقوق الانسان بطريقه التوقيفات حتى بوفاه 4 سوريين كانوا ضمن التحقيق، يعني ممكن القول او اثناء اعتقالهم وهم برهن التحقيق، ما بتعتبر هذا بيخلي شكوك بموضوع حقوق الانسان؟ مع الجواب باخذ راحتي. اكيد كاميرون لما صارت احداث لندن لا تحدثوني عن حقوق الانسان عندما يتعلق الامر بالامن الوطني، فواجب الجيش اللبناني يحافظ على امن الوطني. هو ما دخل الجمله اللي قلتيها هي لحالها بتصير هيك غريزه انه دخل مخيمات لاجئين، هي ما أنا مخيمات لاجئين معترف فيها منظمه دوليه، الدوله اللبنانيه هو متحده مسؤول عنها، هو عم بداخل مجموعات هو عم بيلاحق مجموعات مسلحه. بس ما هيك هربت هربت هلا انا عم بحكيكي، انا عم بقول لك البيان الرسمي للجيش اللبناني، يعني ما حيكونون ملكيين اكثر من الملك. لا انا عم بحكيكي بالمخيمات سمون مخيمات النازحين السوريين، النازحين السوريين الملاجئين السوريين، اختلفت الجمله كلها. طيب البيان انه سمون ما سمون مجموعات مسلحه، وقالوا فوجئنا بانتحاريين كانوا بقلب هذه المخيمات، فهي هذه في حال احتوى مخيم نظامي للامم المتحده او لاي دوله من الدول على اي مسلح او بيئته الحاضنه تنتفي صفه الحقوق الانسان عن هذا المخيم، وبالتالي هن كانوا بيئه حاضنه عم يستخدمون، سواء كانوا بالارهاب عم يستخدمون او بغير الارهاب، عم بيقاتلوا ايام وبيريحوا ايام معهم. واجبوا الجيش انا بالنسبه لي الجيش اللبناني كحقوقي كانساني كمواطن سوري، يعني الجيش اللبناني بيعنيني مثل حزب الله مثل الجيش العربي السوري، والاقتراب من الجيش اللبناني بالنسبه لنا كسوريين كالاقتراب من الخط الاحمر. الجهه عم تعمل شغله وعم تلاحق مسلحين، وطبيعي انه لما يكون مسلحين عم ياخذوا من المدنيين دروع بشريه انه يتم في اضرار، والشهداء بالجيش ما لهم اقل قيمه من النازحين. 2 بالنسبه لنا خساره كمدنيين او كشهداء جيش، بس لازم النازحين ياخذوا قرار انه يا يبتعدوا يا يفصلوا حالهم عن اي مجموعات او اي ارهابي عم يستخدمهم. ما بتعتبر في شكوك بموضوع انه كمان وفاه المدنيين اثناء اعتقالهم رهن التحقيق هن؟ انا ما اطلعت ولا اعرف يعني كحقوقي ما ممكن تحط علامات استفهام على هذا الموضوع؟ لا تطلع معطيات ويطلع في شهادات. هلا هيومن رايتس ووتش بحسب ما ينقل الان تقول ان طبيبا عين صور 3 من اللاجئين السوريين متوفين لدى الجيش اللبناني، واظهرت اصابات تتناسب مع الاذى الناجم عن التعذيب. هيدا بحسب الان ما يصدر عن تقرير لهيومن رايتس ووتش، ما بعرف قد ايه دقته قد ايه. فاذا كان هذا التصنيف من قبل هيومن رايتس ووتش، كيف اطلعت على الجسامين هي؟ تعاين صورا لثلاثة من شو عرف انه هدول الصور هن لهدول المعزلين؟ يبدو صور مقدمة من نحن بالنسبة لنا بعد 6 سنين اللي قضيناها ونص صرنا يعني محترفين اكتشاف كذب الفبركة، يعني
اذا ما شفت لا تثق بتقارير هيومن رايت انا بوت. انا بؤمن بان لبنان ديمقراطي، بامكان لبنان طلب من جهه مستقله لديها قاضي شرعي انه يطلع يكشف حجه سامين ويحدد سبب الوفاه. في بناء على قضاة شرعيين كشفوا قالوا انه هي اسباب وفاه لا تتعلق بالتعذيب. خلص هذا الراي بناخذ فيه. بتاخذوا فيه اكثر من ال ما له مصلحه الجيش اللبناني يقتل السوري. ابدا. الا اذا شكل مشكله امنيه له ساعتها صار اسمه ارهابي، ساعتها نحن مع الجيش اللبناني ضد هذا الارهابي، وهي نقطه يعني ما عليها خلاف بسوريا كلها، لا الدوله ولا الحكومه ولا الشعب. بموضوع التنسيق، حضرتك عم تقول لابد من التنسيق مع سوريا. شو قنوات التنسيق؟ يعني انا اليوم عم بقول لك في سفارتين في البلدين، بنسقوا مع بعض؟ سفاره سوريا في بيروت تعمل. ما بعرف وضع سفارتكم في دمشق غير الموظفين اثنين ثلاثه اداريين، هل تعمل او لا؟ امتى اخر مره السفير اللبناني زار دمشق؟ ما بعرف، بس سفارتنا تعمل. يعني السفير اللبناني ما بتعرف اي متى دخل سوريا؟ امتى اخر مره زار سوريا؟ ما بعرف. انا اخر مره زرت السفاره بال 2013 قدمت بكتاب للشؤون الاجتماعيه عن طريق السفاره اللبناني بدمشق لدراسه اوضاع اللاجئين والعمل على اعادته اذا فينا نقدم مساعده، قالوا لي نحن موظفين اثنين ثلاثه اداريين طاقم كله ما بقى داوم. وما في سفير قالوا لك؟ لا ما بيداوم، في سفير بس ما بيداوم. وما بيداوم يعني غير موجود في الاراضي السوريه؟ نعم غير موجود بالاراضي السوريه، هيك قالوا. ومن وقتها ما عاد تواصلتوا؟ يعني اي انا بصفه المجتمع المدني ونشاطي الاقتصادي بحضر اغلب الاعياد الوطنيه للسفارات، ولا مره شفنا حدا مثل السفاره اللبنانيه. هي من ضمن المصاريف الاضافيه لازم هذه الامور يعني مثل لا بموضوع الضرائب ومدير عام سكه الحديد في لبنان، ما في سكه الحديد بس في مدير عام، وهلا في يبدو سفير لبناني في سوريا لكن غير موجود في سوريا ولا يوجد. بالنسبه لنا بلبنان ممثل الدوله السوريه السفاره السوريه. وبالنسبه لقناه الجديد قعد هون ثلاث مرات اربع مرات الوزير علي حيدر واعلن فتح بابه. عندك بابين طرقوا باب وحدا يعني تقاعس بالتعاون على ما في وزراء بزوروا سوريا بلا ايه بس مو اختصاصيين بالملف. ايه وزراء بس على اي اساس بزوروا سوريا؟ مين الوزراء اللي بزوروا سوريا؟ يقال انه ستة وزراء او اكثر بزوروا سوريا، مين من الوزراء المؤخرا زار سوريا بصفته وزير في حقيبه معينه؟ الوزراء اللي لها شغل مع سوريا مثل مين؟ ما بعرف اذا الاسماء حتطلع صحيحه الوزارات، بظن الاشغال له شغل مع سوريا، الاقتصاد، الصناعه، وقت مشكله التفاح والموز بظن الزراعة. الدكتور حسين الحاج حسن لعب دور كثير ايجابي، وحتى يعني في حضور للصناعه اللبنانيه، ونحن يعني عبيد عن دائما انه يكون بعاده الاعمار في دور للصناعه اللبنانيه، في عده وزراء يعني وزير خارجيه بظن ما في مشكله، يعني في وزير خارجيه لبناني ما زار سوريا؟ بس عم بسالك انا عم بحكي لك انا المنطق بشكل عام، انتم ما عندكم وزاره مهجرين؟ ليش ما هدول لاجئين؟ خص المهجرين باللاجئين لكن شو خص النازحين باللاجئين؟ اللبنانيين شو خص بالنازحين باللاجئين؟ لا بس هيدي ايضا عم بقول لك في دوله اساءت التصنيف مسميتها متابعه شؤون النازحين، وحضرتك عم تقول متابعه شؤون النازحين بتجيب الشخص يلي بتعتبره اللاجئين بس ما بتعتبره سوريا فيه. كلها احد الايادي اللي عملت على اخراج هؤلاء الناس وعلى تهيئه بعض المجموعات المسلحه للعمل ضد سوريا، نحن عندنا مشكله انه نحن ما عم نعرف انتم كيف شايفيننا. انتم لبنان الدوله هل تروا سوريا شقيق ولا خصم ولا عدو؟ لا شخص هي بالعكس ما في مشكل بتصنيف سوريا، لا صنفيني. المشكل بكيفية التعاطي بين شقيق بيتم التعامل بطريقة مختلفة تماما عن النقي بالنفس وعن العدو. لا هي الدولة نقت بنفسها نحن يعني نحن عن جزء من وزراء كل النواب كون عدو. نحن لما ما في لما سياسة الدولة ترسمها حكومة يرسمها بيان وزاري ما خص بالمواد والاتهامات السياسية مو اتهامات سياسية أنا بحكيكي حادثة. لا لما أنت مجموعة مسلحة تتشكل في لبنان تخرج الحدود اللبنانية بطريقة غير شرعية وتدخل الحدود السورية بطريقة غير شرعية يعني؟ لتقاتل الجيش السوري في تل كلاخ وتقتل ويتم استقبالها من قبل النواب ان شهداء جيش رديف الى جنبكم اللي هو حزب الله خرج الى سوريا وانخرط في المعارك السورية خرج الى الدولة السورية وانخرط في المعارك السورية من دون موافقة الدولة اللبنانية. يعني شو بتطلع على اساس انه هي ما هي اذا بده يكون هيك الفوضى التعامل بين البلدين يعني ما فينا نشوف بدك تقارن الحزب مع اي مجموعة ثانية. انا ان شاء الله عم قارن كمان هيدي الردود كلهم عم بيقولوا لما تقول لك الدولة كل الدولة ومكوناتها خرج حزب الله من دون موافقة أحد بالسر ولا بالعلن؟ بالسر ولا بالعلن من دون أعلنوا أنه خرجوا عم بيقاتلوا مع الدولة السورية ولا لا؟ أيه. هاي المجموعة مين مسؤول عنها؟ حدا يطلع أي هلا هي مجموعة من 10 أشخاص غيرت تستقبلية شهداء؟ معناتها أنا عندي أعداء بلبنان
بس لا بس انتوا عارفين انه مشكله الناس مع النظام في سوريا. نواب عم بحكي وزراء انا. ايه ومنه مع النظام في سوريا يختلفون مع هذا النظام. عم بتهربوا سلاح. مين عم بيهرب سلاح؟ لطف الله اثنين وينها؟ لطف الله اثنين وينها؟ عندك اثبات واحد. لطف الله اثنين. ما بالقضاء. الموقوفين وينها؟ في عندك حكم قضائي رسمي يقول انه لبنان يهرب سلاح الى سوريا، حكم قضائي. عندك حكم قضائي رسمي؟ ما في. ما فينا نعلق على نحن نتمنى اتهامات مضاده نحن المكتب البلد بالاتهامات السياسيه مو اتهامات سياسيه فما راح يكون في في باخره مسك الجيش اللبناني طلع فيها سلاح وهرب الى سوريا مش حضرتك تثق عم بتقول بالجيش اللبناني طبعا. هل خرجت حكم قضائي رسمي عسكري عن الجيش اللبناني او عن غيره يتهم صراحه بموضوع لطف الله اثنين او بغيره؟ ما لا خرجوا وحتى من خرج عم بتقول مجموعه مسلحه راحت قتلت، في حزب لبناني تبنى هذه المجموعه؟ لا ولا في نواب من احزاب في حزب لبناني خرج كما خرج حزب الله يقول انا رايح اقتل في سوريا قال نحن بعتنا شبابنا موجودين بمقابر طرابلس عليهم علم داعش وعلم النصره ما خص هن في حزب لبناني رسمي تبني؟ لا ما في. اذا عندك اثبات يقول في حزب لبناني تبنى مقاتلين في سوريا قتلوا في سوريا جيبوه، بس غير هيك هذه اتهامات. بس قبل ما تابع معنا زميلتي رواند بخزام من مجلس الوزراء في بعبدة. صباح الخير رواند. صباح الخير نانسي لإلك ولضيفك. نانسي جلسة مجلس الوزراء لم تبدأ حتى هذه اللحظة، إنما بدأ هذا النهار بخلوة بين الرئيسين عون والرئيس الحريري ولحظات أو دقائق قليلة وتبدأ وتنطلق جلسة مجلس الوزراء. ومن أبرز جدول من أبرز بند على جدول أعمال هذه الجلسة وهو التعيينات الدبلوماسية، حيث كان مصدر أو سبب لحراك سياسي نشيط خلال الأسبوع المنصرم ومنذ أسبوع قال مصدر قيادي للجديد في التيار الوطني الحر أن موضوع التعيينات الدبلوماسية ستحل خلال 10 أيام. واليوم هذا البند وضع على جدول الأعمال رغم أنه هناك الكثير من المآخذ في هذا الموضوع. إذن مشروع التشكيلات الدبلوماسية والترفيعات الدبلوماسية نانسي وضع على جدول أعمال مجلس الوزراء اليوم، ومن ضمن هذه المناصب هي منصب الأمين العام للخارجية وأسماء الدبلوماسيين الذين سيرفعون من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية، وأيضا دبلوماسيون سيرفعون من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى، إضافة إلى أسماء السفراء إلى البعثات الدبلوماسية والذي يبلغ عددهم تقريبا 68 سفير من أصل 73 سفارة لبنانية في دول العالم. هناك نانسي الكلام عن تعيينات من داخل الملاك وأيضا هناك تعيينات من خارج الملاك، وهذا ما يكون هناك بعض الملاحظات على هذا الموضوع من قبل بعض الوزراء. وأيضا أثناء دخول الوزير علي قانصو قبيل جلسة مجلس الوزراء قال أن الملاحظة الأبرز أو ملاحظة الملاحظات هي عدم توزيع أسماء الدبلوماسيين أو الأسماء للتعيينات الدبلوماسية على الوزراء، وذلك خلافا للنظام الداخلي الذي يقضي بتوزيع تفاصيل جدول الأعمال وأيضا تفاصيل الأسماء من ضمنها قبل 48 ساعة من جلسة مجلس الوزراء. إذن هذا نانسي في موضوع التعيينات الدبلوماسية، وكما ذكرت هو البند الأبرز على جدول الأعمال. هناك أيضا بند لافت وهو البند 16 على الجدول وهو عرض وزير الزراعة غازي زعيتر الوضع الوظيفي للمدير العام للتعاونيات جلوريا أبو زيد، ويمكن أن يكون هناك تعيين بديل عن جلوريا أبو زيد، ولكن هذا الموضوع سيطرح على مجلس الوزراء ومن المتوقع أن يكون هناك أيضا خلاف بهذا الشأن. ومن ضمن البنود أيضا هو طلب وزير الخارجية بالتمديد ولاية اليونيفيل لسنة واحدة. هذه هي ناسي في الأجواء حتى هذه اللحظة، وكما ذكرت لحظات وتنطلق جلسة مجلس الوزراء اليوم في بعبدة. نانسي شكرا لك يا زميلة رواند بوخزام، وطبعا سعد نعود إليك مع أي جديد بالمتابعة معك أستاذ تامر. تنسيق سألتيني بدي جاوب تفضل. بالنسبة لنا إذا أنت يعني نحن بصير عندنا مشكلة إذا مثل حزب مصنف او حركه مصنفه في قرارات الامم المتحده نصره وداعش بانه هي ارهابيه وقطع التمويل عنها،
بتبرر انه نتصلى اثنين بدون نهايه او بدون تبني او حتى مجموعه داعش مع حزب بالنسبه لنا مقاوم وطني وحرر من اسرائيل، نحن بصير عندنا مشكله بالمبادئ، بتصير نحن بالنسبه لحزب الله حزب وطني لبناني. بس ويحاول رد الجميل بالنسبه لكم يعني؟ يعني اليوم سوريا ترضى ان يقاتل حزب الله وايران على ارضها وروسيا على ارضها، لكنها تعتبر انه في حرب كونيه لانه الامريكي يتدخل. انا ما بعرف انه ايران عم تقاتل، عشان ما تمرق الجنود الحرس الثوري الايراني على الارض السوريه مستشارين. مستشارين؟ ما بيقاتلوا اذا نزل حزب الله هو حزب الله والجيش السوري والحرس الثوري والجيش الاحمر عم بيقاتلوا مجموعات مسلحه وما غلبناهم لهلا؟ ما فهمت، عم بتقول انه حزب الله مستشارين يعني؟ لا عم بحكي على الحرس الثوري. الحرس الثوري ايران مستشاري؟ لا ما في طيب مقاتلين. حزب الله يقاتل رسميا؟ اعلن ذلك السيد. هو حزب سوري؟ لا هو حزب حليف. هو حزب شو جنسيته؟ لبناني. يعني اجنبي ايا يكن، شقيق غير شقيق اجنبي. لا بالنسبه انه نحن وياه واحد. يعني ما بتعتبره انه بالتاسيس. طيب الروسي في على الاراضي السوريه شو؟ طلبنا مساعده الحليف اللي بتربطنا فيه علاقات من 50 سنه مع هذاك المشترك. نحن معنا ورانا روسيا، هن وراهم 83 دولة. لحظة بس، هو فكرة وجود عسكري أجنبي على الأراضي السورية لا يعتبر بالنسبة لإلك الدعم الروسي إلى الآن ما صار بري، لساته جوي بس. والتحالف الدولي من دول بري الأمريكان أساسا، يعني الأمريكان موجودين برا بعتادهم وعسكرهم و والسعودي والقطري والتركي والاماراتي موجود وضربوا الجيش السوري. بتعملوا عمليات ضد الامريكان؟ عملوا عمليات ضد الجيش السوري. اذا ايش احتلال؟ ليه ما بتعملوا ضدهم عمليات؟ وين جيش احتلال؟ إذا الأمريكي بتعتبروا إنه هيدول القوات الدولية الأخرى اللي عم تدعم داعش، يعني بالنسبة لكم هو جيش احتلال جوا، مش بس جوا، على الأرض الدول موجود قوات التحالف الدولي عم تعمل ضربات جوية، ضربة الجيش السوري بدير الزور مرتين. عم تضرب هلا بالرقابة الجيش السوري ضرب عتاد للجيش الأمريكي؟ هلا مو وقته، مو وقته غير موضوع، إذا ما وقته عدو أولوية موضوع. أولوية هو كل شيء بزمان ومكان مناسب. فوت معركة هلا ماني قد ليه؟ طيب ايه بس ما فيكم تعطوا تصنيفات، يعني وقفوا على لطف الله اثنين، عم تحكيني عن لطف الله اثنين. طيب ما بدك تعرفي انت هذا العالم كله في الاراضي السوريه شوي. هذا المجرم اللي عم يهرب سلاح من لبنان الى سوريا غير وجه المعركه. ما بتعرفي، ما بدك تعرفي مين هو ولا هو هيك انسان اللي المفروض بدك القضاء اللبناني يعطي القضاء اللبناني يعطي ما صار لنا خمس سنين. طيب القضاء اللبناني هذا شان لبناني داخل. حلو، انت هلا عم تتعاطي مع الموضوع ملف، انت بتعتبري سوريا شقيق في معاهده اخوه وتعاون مجلس على المشترك؟ اكيد شقيق. مو هيك بتعامل؟ كيف يعني؟ يعني الشقيق ما بيسمع. شو يعني الشقيق ما هيك بيتعامل؟ الشقيق بيكون الجرح واحد بين اثنين، بيكون ألم مشترك، بيكون يعني مصير مشترك، بيكون نحن اثنين واحد. مين قال؟ مين؟ ما حضرتك عم بتقول أنا صور لسوريين لو هيومن رايتس ووتش عاطين تقرير لا أثق بها، مين قال إنه نحن نثق بأي رواية طالما ما في حكم قضائي؟ أنت مانك رضياني، مانك رضياني تحكي مع الدولة السورية ترجعي مواطنينا. مين مش رضيان؟ الدولة. انتم لازم تسجلوا اعتراضكم عند حلفائكم بهذه الحكومه، في حزب الله، في هذه الحكومه، في الرئيس العماد ميشيل عون الذي سوريا هللت لوصوله. هلا هذا عهد العماد ميشيل عون، يعني سيذكر التاريخ ان في هذا العهد لم يتم التنسيق مع سوريا. موصلين شكوى رسميه للرئيس ميشيل عون حضرتكم؟ مشان تنسيق مع سوريا، تعاون، عاتبكم بهالموضوع؟ ما حدا طلب منا شيء وما ما ردينا عليه، نحن لسه يعني مو مطلوب منا رح نعمل خطوه، ليش؟ لأن أعمل خطوه تجاه السوريين في لبنان، ما أعمل خطوه تجاه اللاجئين بالأردن، تجاه اللاجئين بتركيا، بدي أعمل خطوه، بدي أعمل خطوه متكامله. على كل نحن هذا الملف يعني الترقب إنه فخامة الرئيس يلي نحن باركت له سوريا رسميا وهو يعترف بسوريا رسميا ونحن نعترف به رسميا مع دولة رئيس مجلس النواب، إلا ما يلتقى حل برعاية رئيس الجمهورية اللي هو باقي الحد الأدنى خمس سنين لسه من ولايته ست سنين، وبتم إخراج موضوع النازحين بطريقة تليق بالشعب السوري والشعب اللبناني. هل حضرتك مع العودة القسرية للاجئين السوريين إلى سوريا؟ مواطن إذا مقيم بشكل نظامي وعم يصرف على حاله دولة إذا بتعتبره صار عبء اقتصادي واجتماعي ولا يكون هنالك إيفاءات بالوعود من قبل الأمم المتحدة وغيرها من الجهات المانحة، وصار تعتبر إنه وجوده لم يعد قائما طالما انتفى السبب اللي هو الامن والحرب، وارغمتهم على العوده مثل ما صار اساسا حتى باللاجئين العراقيين في لبنان بين فتره الحرب الامريكيه والغزو الامريكي على العراق، فهل حضرتك مع العوده القسريه الى سوريا؟ انا مع مناقشه وضع اي مواطن سوري في لبنان بشكل مشكله لبنان، مناقشته مع الدوله السوريه، واكيد ما حتتردد بتقديم مساعده والتخفيف على لبنان. تقديم مساعده للمواطن والتخفيف على لبنان.
بس هذا بده دوله، ما بده قرار لا مجتمع مدني ولا مجتمع اهلي. انت عم تحكي بعدات وهي بدها اماكن وبدها استعدادات وبدها شيء لوجستي. انا بظن الموضوع كثير سهل اذا ما قرر لبنان يتعاطى بطريقه شقيقه مع سوريا. البعض يقول انه كل ما يجري اليوم من ضغوطات هي لارغام الدولة اللبنانية على الاعتراف أو الحكومة اللبنانية برئاسة سعد الحريري على أنه التواصل مجددا مع سوريا والظهور بمظهر المنهزم بصراحة. هلا المنهزم أنا يعني أنتم بدكم سعد الحريري تحديدا فاوض، وبعد شوي لازم وزير النازحين في لبنان معين المرعبي تحديدا هو اللي يكون، لأنه عندكم سميت وزير أشغال واقتصاد وصناعة وزراعة ووزراء تيار وطني حر ووزراء رئيس الجمهورية، وكل هدول الوزير سليم الجريصاتي وزير العدل كاد أن يكون يمكن أحد عربيه اتفاق المصالحة في سوريا مزبوط أو الطائف السوري. طيب ليش كل هول ما بيمشي حال بس سعد الحريري شخصيا؟ مين اللي طلب من سوريا انه سعد الحريري شخصيا بس؟ ما عم تقولوا ما بدكم تنسوا، نسوا فاذا عبر قنوات اخرى. نحن انا قلت ما بدي نسق؟ لا انتم ما بدكم تنسقوا مع الدوله السوريه. بس انتم عندكم اصدقاء وحلفاء، ليش عندكم ما حدا طلب منا شيء وما ردت الدوله السوريه؟ بس انتم عندكم انتم حاصرين مواطنين سوريين خارج سوريا عندنا كثير وعم بتقولوا لازم يرجعوا. شو عندنا من امريكا لسيدني وشو بدي لحق اتواصل لاتواصل؟ عندي حرب هلا بدي خلص منها. السوري يعني لا يعني يرجع. يكون عودة اللاجئين السوري اللي حابب يرجع بده مساعدة عليه بأقرب سفارة سورية بتقدم له فورا كل المساعدة ممكنة. بس أنا ببلش فتش عليهم بفتش على الكل، ما بصير نقي حسب المصالح السياسية. ليش أنتوا هلأ مع حديث المناطق الأمنية؟ بس الدولة اللبنانية وقتها صارت أزمة خصوصا بالحرب وما بعدها كانت هي تسعى حرب العدوان الإسرائيلي على لبنان كانت تسعى لعودة أبنائها. وقفت الحرب تماما بلبنان وتم عملية الإعادة. نحن لم تقف الحرب خاصة أنه في كثير من النازحين خارج سوريا خارج مناطقهم واللاجئين خارج سوريا هن من مناطق دمرت تماما، فهذا بده يتم تنسيق العودة مع الدولة لتهيئة مناطق. بالحديث يعني أنت عم تحكي يعني بدك ترجعي 1000 واحد، إذا كل خمسة بمسكن عم تحكي بدك 200 مسكن مخدمين، هدول بده تهيئة قبل. هي القصة مو أنه يكبس زر فوتوا مليون. يعني هذا الموضوع بده ينحكى من دوله الى دوله. بعد الفاصل، هل هنالك تنسيق بين الجيشين اللبناني السوري اللبناني والسوري، وايضا ماذا عن اعاده اعمار سوريا؟ بعد فاصل اخير. مشاهدينا اهلا بكم من جديد، ونتابع الجزء الاخير من حوارنا مع تامر ياغي المنسق العام للمرصد السوري لضحايا العنف والارهاب. استاذ تامر، هل في تنسيق بالعمليات العسكريه اليوم بين الجيشين السوري واللبناني؟ الجيش اللبناني ينفي اي تنسيق. الاثنين بينفوا، بس المشكله والخيانه العظمى بتكون اذا ما كان في تنسيق. ليه؟ ما هو ما عم بنسقوا، اثنيناتهم عم بينفوا التنسيق. ما بيهمنا يقعنا. بهمنا على الارض يكونوا متفاهمين، لانه نحن حدودنا طويله، مصيرنا واحد، نحن عيال وحده، نسب وقرب ومجتمع. هم بيعتبروا انه الحدود اللبنانيه معروفه شو هي والجيش متواجد فيها، الحدود السوريه مو معروفه شو هي؟ معروفه والقصف الطيران عم بيصير فيها. نحن خلصنا حدودنا. اما الحدود المشتركه فبتكون المشكله هلا صارت بحدودكم. نحن اساسا والجيش مع مين عم بنسق؟ هلا كنا متوقعين من جماعه انه اللي كانوا عم يطالبوا برسم الحدود ونشر قوات دوليه انه يطلعوا بلكي يبعثوا يعني يساعدوا الدوله اللبنانيه بحمايه الحدود. بس الجيش السوري مع مين عم بنسق طلعاته الجويه هلا؟ ما بده نسقها، المفروض مع الدوله اللبنانيه. يعني في تنسيق عبر اذا طار فوق الاجواء اللبنانيه، بس طالما الطيران هو ضمن الاجواء السوريه ما مضطر نسق مع حدا. هل سيكون فيك تقص في الحدود المشتركه؟ فيك تضرب حدود مشتركة من داخل الأراضي السورية. يعني الكل مشغول اليوم بشيء اسمه معركة تحرير جنود عرسال وعرسال من الإرهابيين وغيرها، هل حانت معركة عرسال أو لا؟ اليوم البعض يقول أنه الانشغال ما زال في دير الزور، في درعا، من يومين في تطورات بدرعا، في الرقة اللي هي المعركة الكبرى. نحن بالنسبة لنا بسوريا عندنا كل نقاط الاشتباك اللي هي بتطلع فوق 400 نقطة اشتباك، هي نقط مهمة. عندك هلا المنطقة الجنوبية صارت بمنطقة تقريبا في هدنة، في وقف اطلاق نار، وقف عمليات عسكرية. ريف حلب لساتها شغالة بين ادلب وريف حلب، عندك الرقة، البادية، عند السخنة هلا بظن في ان شاء الله شيء ايجابي خلال ايام، ساعتها بصير الطريق مفتوح للجيش العربي السوري يفك الطوق عن دير الزور. بس الأولوية لهنيك، مش الأولوية للحدود اللبنانية السورية لجهة الحدود اللبنانية السورية، الجيش السوري عم يقوم باللي عليه، أما موضوع عرسال هو شأن لبناني، احنا ما لنا علاقة فيه.
بس في تنظيم لهؤلاء إلى أين سيخرجون؟ إلى أي مناطق؟ مسلحين المسلحين مثل ما بتتم أغلب التنسيقات عم يدخل فيها طرف محور المقاومة اللي هو حزب الله وسوريا مع وسيط ما مع الأطراف اللي مشغلة لهذه المجموعات التركي والقطري وعم يتم نقلهم والدولة أبدا ما يعني ما أساءت التصرف ولا إلا كانت دائما تلتزم بالاتفاق يعني ينتقلوا 700-800 كيلومتر ما ينخدشوا نحن أهلنا بكفرية والفوع على مفات وحلب تم قتلهم وأطفالهم وجريمة يعني حرام يصير أنت عم تعملي مع إرهاب بالأخير ونحن لمساعدة لبنان إذا طلب بنشيء من سوريا ما بظن أنه سوريا تتردد بتقديمه أيضا بموضوع إعادة أعمار سوريا في معرض في أيلول المقبل لإعادة أعمار سوريا بإذن الله ونحن بنرجع بنحكي مع لبنان الشقيق مهما كان انقساماته بنرجع نحن بنحكي مع كل لبنان بس هو المعرض بحضور وزير حسين حشحاصة مفروض نظر نحن هلأ بسوريا برعاية وزير الأشغال السوري وعم يتم توجيه دعوات إلى أغلب الوزراء اللبنانيين اللي بيهمنا التعاون معهم حتى عنا ورشة عمل الشهر القادم قبل المعرض بشهر عن الاستثمار في سوريا نتمنى من الأخوة اللبنانيين أنه يكونوا واعين للحرب الاقتصادية القادمة والفائدة الاقتصادية الممكنة للبنان يجنيها من تواجده في سوريا التقديرات الأمريكية عم تفوت بال 1400 مليار دولار تريليون 400 مليار موغريني الشهر الماضي اعترفت بس ب 900 مليار فالموضوع قصة كعكة كبيرة وهي جزء من الحرب الأمريكية على سوريا هي حصة كل طرف في إعادة الأعمار الذي أكد سوريا أنه حيكون على الأغلب للحلفاء وبعض الأصدقاء بس نحن إلى لبنان نتوجه يعني جميعنا نحن أنت بوابة البرية الوحيدة أنت ما زلت شقيق وبالنسبة لنا فخامة الرئيس ودولة رئيس مجلس النواب حزب الله جمهورنا أهلنا بلبنان منتم بالأخير أخوات وأشقاء بتمنى يكون له دور اقتصادي هو قادر يلعب هذا الدور هو محترف في القطاع المالي والمصرفي والقطاع التجاري وسوريا الآن بوابة لك وأنتم بأزمة اقتصادية فليش ما يتم التكامل بس هي بلد آمن للاستثمار الاقتصادي في عنا مجموعة ست نانسي نزلت 2015-2016 في حوالي 40% من سوريا فيك تقيمي فيها مشاريع بس في عقوبات كمان دولية ما زالت قائمة لم ترفع يعني جزء من الحرب كان حرب مالية أيضا واقتصادية على سوريا أنا أول قطاع عديت لك هذا نحن محتاجينه بلبنان فكيف لبنان بده يعني يغامر وخصوصا لبنان كبلد يعني بالتورط اقتصاديا اذا بدنا نقول ببلد العقوبات كثير بعدها ثقيله عليه يعني بلد ثقيله العقوبات عم بتاثر على الشعب وهي هي ضد أكيد. ضد حقوق الانسان بالعالم بس بظن اذا نوى اللبناني قادر هو السوري انه يعمل شيء بجميع القطاعات دون ان يمر على العقوبات فينا نعمل شيء واللبناني سبق وكان عنده تجربه هي اخبر منها بموضوع الاعمار اثناء الحروب فنحن كمان بهمنا نستفيد منها في قصص لوجستيه كثير ممكن نستفيد منها من هون مثل شو هي ابرز يعني الموارد الممكن ان يعني مثلا عندنا تجربه وعد نحن بهمنا نستفيد منها اللي هي البناء السريع للضاحيه الابراج الجسور يعني الضواحي المتكامله في كذا قصه يعني حتى بالريسايكل حتى بالريسايكل المعالجه المعالجة والاسمنت وكيف فيك ترجع تحول الاسمنت لا ماشي حالكم ما بتفتوش بالدرجة الأولى مزبوط ما بتدار القصة بتفتوش نحن بحاجة 28 مليون طن والإنتاج المحلي 3 مليون طن نستورد 25 مليون طن عدا الإسرائيلي شو ما أجانا بناخده قصة علنا يعني عم ندعي كل الناس نحن بحاجة 25 مليون طن سنويا من الاسمنت بس في كمان عم تفرضوا فيتويات على بعض الأشخاص مزبوط لا حدا قدم وقالوا لك نائب وليد جنبلاط مش من الناس اللي انفرض عليه فيتويات بالعوده الى دخول بموضوع معمل سدلين وغيرها مش بحكينا هذيك مره انا وياكي ورجعنا حكينا مع كذا ما عرفنا شو اللي صار ما عرفنا باسم مين صارت باسم مين؟ ما بعرف اذا حدا عنده معلومه نحن بهمنا انا بهمني سدلين يكون معنا لانه يعني السبع معنا وان شاء الله فتوش معنا بهمنا كل لبنان المقاوم لبنان الحر الشريف يعني لو سدلين معروف لمين سدلين يعني بهمكم يكون معكم عم تقول نائب وليد جنبلاط لا قلت لك بهمني اعرف الاسم مين تنقرر اذا معنا انا سياسه ما بتدخل انا بحكي اقتصاد وحكينا انه كان في خبريه انه طب بهمكم بالاسم اذا سياسه ما بتتدخلوا ما اللي تلوت بالازمه السوريه ايده تلطخت تعتبروا النائب وليد جنبلاط تلطخ بالازمه السوريه والدراسة. اذا ما تدخل بالعسكر هو حرض
بس هو حرض؟ عم خفف لك اياها، انت قلتي ما تورط بال لا بس هو من الاشخاص اللي حرض؟ لا كل شيء اللي حرض. يعني اليوم بدكم تنسقوا مع حكومه الرئيس سعد الحريري ويحكي ويعني النائب وليد جملات يعتبر من المحرضين؟ كل من تورط في ازاله يعني اثاره النعرات الطائفيه وغزه سفك الدم بسوريا يعني لن يغفر الشعب السوري بالاخير، ممكن نتجاوز لمرحله ممكن ننسى بس يعني انا ما فيني اقول لبنان هن اربع خمس اشخاص او تيارين ثلاثه عادونا. لا لبنان بالنسبه لنا شقيق مهما كان، واذا اليوم بتسمعي واشنطن بوست هن بالنهايه، نحن هلا بلشنا ترامب اوقف اوقف الدعم والتمويل للمعارضه المسلحه. يا ريت نشوف هلا هون عندكم شو كيف بدهم يقراوا هذا الشيء. شكرا لك المنسق العام للمرصد السوري لضحايا العنف والارهاب تامر ياغي، اهلا وسهلا فيك. شكرا لك ومرحب بك في الجديد وفي لبنان. تحيات ايضا لكل المشاهدين السوريين في سوريا. مشاهدينا شكرا لحسن المتابعه، وغدا حلقه جديده من مش حدث، والى اللقاء.